ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية المختلفة. هكذا يبدو حال السوق في محافظة الجوف بعد انهيار الريال اليمني والتضارب المستمر بصرف العملات الأجنبية مقابل المحلية. بسبب ارتفاع العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، ارتفع كل المواد الغذائية بشكل عام، من جهة البر، الدقيق، السكر، من حتى العصير، الحب العصير الذي كنت تشيلها ب 150 ريال، الحين ب 170، ب 200 ريال. أزمة اقتصادية غير معهودة ترافقها موجة سعرية خانقة وصلت إلى ضعف ما كانت عليه في الفترة الماضية. وبين متجر وآخر تختلف تسعيرة بيع وشراء المواد الغذائية، فيما تخلى المواطن عن شراء معظم احتياجاته بسبب الارتفاع المخيف في أسعار السلع المختلفة التي وصل فيها سعر الدقيق إلى أكثر من 10,000 ريال، ومثله بقية المواد الأساسية كالأرز والسكر اللذين بلغت تسعيراتهما مستويات غير مسبوقة. كنا نشتري الكرتون البيض ب 8,000 ريال واليوم 16، فرق كثير. والسكر كنا نبزه ب 9.5، ب 10، الآن ب 16، ب 17، فرق كبير كبير جدا، غلا فاحش في الأسعار. ليس وضعا طبيعيا هذا الذي يعجز فيه الناس عن شراء متطلبات المعيشة وأساسياتك المتمثلة في الخبز والزيت والمياه، ناهيك عن الاستغلال والجشع الذين يتعرض لهم المواطنون من قبل التجار المغالين في أسعار المواد، الذين يرجعون ذلك لأسباب أهمها الانهيار المتواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. بعض التجار متلاعبين، ما بيراعي ظروف المواطنين في هذه الحالة، ومع في فرق ما بين تاجر وتاجر في سعر المادة الغذائية. هذه الحاجة التي احنا نشتكي منها صراحة، والأسعار مرتفعة يعني قياسا بالفترة الماضية وقياسا بالظروف التي احنا بنعانيها، فوق البلاء عاد وبلاء. أزمات متلاحقة لم تستقر معها حياة اليمنيين، وبين نار الأسعار والحروب يتأرجح هذا المواطن المغلوب على أمره ولا فكك من هذا المصير الواقع بين كماشة حربين عسكرية واقتصادية. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجو.